هوايه هوايه؟ وانت دائما ترفضين يعني؟ لا مو قضيه ترفض او فشي، بس لو اكون ما مقتنعه او يعني كل شخص له مواصفات خاصه. يعني مثلا واحد اجى جمالي اني الخشم طلعي ما له شغله بعدين بس مكره يصير هو يعني شيء اسمر يعني تريد التكصفات؟ اي طبعا يعني فارس احلامك يجي مثلا مشي على فرس بسياره اكيد لو جكساره جكساره شنو هالجساره؟ لا لا المواصفات جديات يعني يعني كشكل وهاي التفاصيل لو تريد يعني شنو؟ يعني الا عنده فلوس مثلا؟ لا بس اكيد لازم شنو لا بس اكيد لازم الله